لك في المحافل الدولية، شرف عظيم بإذن الواحد الأحد إن إحنا نرفع رايتنا الأخضر بأفضل الأماكن وبأفضل جوائز بإذن الواحد الأحد. أولاً وأخيراً ودائماً إنه إحنا نرفع راية وطننا في جميع المحافل العالمية، وإنه اسم الشعب السعودي يكون معروف بين كل الناس. ترحب الخطط السعودية بالمنتخب السعودي للعروبي والهندسة والمكون من 35 طالباً وطالبة لتمثيل المملكة العربية السعودية في مسابقة آيسف. فخورون بكم ودعوتنا لكم.